يا رب البرونزيه الثالثه. خلينا بقى نروح نشوف الاخبار النهارده يا كابتن، كل اخبار بعثه النادي الاهلي مع زميلتنا العزيزه مريم سامح. ازيك يا مريم؟ ازيك يا كابتن اسلام، برحب بيك، برحب بيك يا كابتن هاني، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا زي ما حضرتك قلت اخبارنا النهارده مهمه جدا بخصوص مباراه غدا ان شاء الله ما بين الاهلي والهلال السعودي. كمان معانا اخبار يعني عن الصراع على النهائي ما بين تشيلسي وبالميراس. كمان عندنا تصريحات في طبعا المؤتمرات الصحفيه سواء الخاصه بالنادي الاهلي وتصريحات مستر بيتسو موسيماني وكمان تصريحات مستر ليوناردو جاردام. هي النهارده ان فقرتنا الاخباريه هامه جدا، وأكيد كل الجمهور هيبقى منتظر يعرف كل جديد بخصوص غدا إن شاء الله. اتفضلي يا مريم، لأنه مهم جدا نعرف إيه اللي بيحصل، لأنه أنا شفت هاي صورة كده لتوخل إن هو جه. توخل طبعا أعتقد هتقولوا لنا على الأخبار دي جاي ولا ما جاش ولا إيه اللي حصل. كده في خبر اتحرق يا كابتن إسلام. نعم؟ كده في خبر اتحرق. ما لحقتش أنا بقول شفت صورة كده، أنت بقى اللي تأكدي. تأكدي يا تنفي. بالظبط، أنت حرة. هنشوف الفقرة. اتفضلي. طبعا هنبدأ أخبارنا من النادي الأهلي اللي أدى تدريباته النهاردة تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني استعدادا لمواجهة الهلال السعودي على برونزية كأس العالم للأندية. والتمرين كان فيه تدريبات متنوعة بالكرة وكمان تدريبات خاصة على العرضيات والكرات الثابتة والتسديد من خارج منطقة الجزاء. لسه كمان مع أخبار النادي الأهلي، والنهاردة أعلن طبيب الفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة سلبية مسحة جميع عناصر الفريق قبل مواجهة الهلال السعودي بكرة إن شاء الله. طبعا الحمد لله أن المسحة سلبية وإن شاء الله يأدوا أداء رجولي بكرة أمام الهلال السعودي. نروح طبعا لاجواء مباراه الاهلي والهلال السعودي، وطبعا عندي خبر بيقول ان المدافع علي البليهي هيغيب عن فريق الهلال في مواجهه الاهلي بكره ان شاء الله بسبب الاصابه. قال نادي الهلال في بيان رسمي النهارده منعت الام العضله الخلفيه اللاعب علي البليهي من المشاركه في المران الختامي قبل مواجهه الاهلي، وتاكد غيابه عن مباراه الميداليه البرونزيه لمونديال الانديه. كمان خبر تاني في نفس السياق بيقول ان سلمان الفرج نجم النادي الهلال السعودي رجع النهارده للمشاركه في تدريبات فريقه بعد ما كان بيأدي تدريبات تأهيليه نتيجه الاصابه اللي تعرض ليها مؤخرا، واصبح جاهز للمشاركه مع الهلال في مباريات حسب رؤيه الجهاز الفني للفريق السعودي. طبعا هنروح دلوقتي لتصريحات مستر بيتسو موسيماني. موسيماني النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي قال امامنا مباراه اخرى في كاس العالم للانديه، وهي مباراه كبيره لنا كفريق افريقي وكذلك للهلال بطل السعوديه واسيا، واود ان اظهر احترامي له لانه منافس مميز. واضاف لدينا شيء نلعب عليه ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا في هذه المسابقه هو الميداليه البرونزيه. واشار المدير الفني للاهلي الى ان الهلال السعودي قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي مونديال الأندية، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية. وأكمل كمان الأهلي يملك تاريخا جيدا في هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وآخرين سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي. استمر لسنا قلقين من مباراة الهلال، نحن نحترمه كمنافس ونثق أيضا في أنفسنا وتاريخنا، وسيكون لقاء ديربي عربي ممتع ومفيد للكرة العربية حيث سيخرج نادي عربي ببرونزية كأس العالم. يعني رأيك إيه كابتن إسلام يمكن في تصريحات مستر بيتسو موسيماني؟ شايف أن الهلال السعودي فريق كبير وأن هو خصم قوي جدا، وشايف كمان أن هو كان ممكن يوصل للمباراة النهائية أمام تشيلسي؟ الحقيقة كلام موفق جدا من بيتسو، لأنه ناس كتيرة بتتكلم ان احنا قلقانين او خايفين، في ناس بتقول لي احنا خايفين من المباراة، ممكن لكن احنا ممكن نبقى قلقانين في شعرة يعني كلمة خوف، يعني ما اعتقدش في خوف في كرة قدم، هو قلق، وساعات القلق بيكون قلق ايجابي وارد. يعني دوت كان دايما وانت حضرت ان الكابتن جواري دايما يقول لك لو ما كنتش قلقان يبقى مش هتلعب كويس، القلق الايجابي دوت بيخليك يعلي نسبة التركيز، لكن لما تخش في نسبة الخوف ده بينعكس عليك بتوتر في الملعب. فطبعا بيتسو موسيماني بيحترم الخصم، ولكن بيقول من اهدافنا ان احنا ناخد البرونزيه طبيعي. في الاخر هو زعيم اسيا، ولكن النادي الاهلي هو زعيم افريقيا. صحيح. وبالتالي انت بتتكلمي برضو
عن زي ما كابتن سعد الحقيقه برضه هو قال كلمه حلوه جدا، قال لك منتخب مصر بيلعب منتخب السعوديه. صحيح. يعني هم عندهم 6 محترفين أو 5 محترفين الستة التانيين كلهم بيلعبوا في منتخب السعوديه، وبالتالي انت نفس الكلام عندك 6 أو 7 لاعبين بيلعبوا في المنتخب المصري، وبالتالي من المفترض ان احنا هنشوف مباراه جيده جدا تليق باسم الفريقين. ولكن صح. انا وجهه نظري يا كابتن هاني ويا مريم ان مفيش حاجه اسمها خوف. انا ببقى قلقان طبعا كلاعب زي ما الكابتن هاني اشار، ببقى قلقان وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انا النادي الاهلي فريق كبير، عندي مدير فني كبير، عندي مجموعه لاعبين على اعلى مستوى بيلعب في منتخب مصر اللي وصل للمباراه النهائيه من ايام قليله جدا، مباراه نهائيه لكاس الامم الافريقيه، وبالتالي اللي هيكسب هيكسب داخل الملعب مش خارج الملعب. صحيح صحيح، انا متفق معاك يا اسلام. كمان يا مريم ان شاء الله باذن الله بكره اعتقادي ما فيش خوف، في احترام زي بيتس موسيماني ما قال. صحيح. اكيد في احترام للخصم، لكن ان شاء الله احنا كمان فريق كبير، والاهلي طبعا بطل افريقيا، وان شاء الله يعني يشرف كل المصريين ونكسب ان شاء الله. صحيح طبعا، هو بغض النظر عن النتيجه الحقيقه ان احنا اكيد متفقين ان احنا هنشوف مباراه قويه لان في عناصر مميزه في الفريقين. صحيح. خلينا نروح المباراه الساعه 3 لان الكابتن سعد قال 4 3 توقيت القاهره يعني. مظبوط. ثلاثة إن شاء الله. نروح بقى طبعا دلوقتي على الجانب الآخر. قال ليوناردو جاردام المدير الفني للهلال السعودي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة بعد الفشل في هدفنا الأول وهو الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، سنعمل على تحقيق هدفنا الثاني وهو تحقيق أفضل مركز، وأضاف نحن متأكدون أن الأهلي يسعى لتحقيق نفس الهدف وهو المركز الثالث، وأكمل أن المشاركة السابعة للأهلي في المونديال لا تعطيهم الأفضلية، لدينا 23 لاعبا وأنا أثق بهم جميعا ويجب أن يكونوا مستعدين للعب في أي وقت. وأضاف أيضا جردام سنحاول السيطرة أمام الأهلي والاستحواذ على الكرة منذ البداية. خلينا نتناقش شوية في تصريحات جردام، يمكن نتكلم على أن يعني مشاركتنا السبعة لا تعطينا الأفضلية، شايفين ده إزاي؟ يعني أنا شايف أن بالعكس، يعني دايما المشاركات في البطولات الكبيرة دي باستمرار بتدي نوع من أنواع الثقة. ما فيش شك أن احنا ما بنستندش على الماضي أو التاريخ، لأن طبعا كل مباراة وليها ظروفها، كل مباراة وليها تحدياتها، لكن على مستوى الخبرات بتديك ثقة أن احنا لعبنا البطولة ديت بشكل مستمر بشكل كبير، وبالتالي ممكن تدي ثقة. ولكن الثقة ديت لازم تترجم جوه الملعب من خلال أداء اللاعبين، من خلال التركيز، من خلال أدائهم في الملعب، وبالتالي لازم تحسس الخصم دايما يا إسلام إنك لا أنت كبير رغم غيابات وإصابات، لكن تديله الإحساس إن أنت فعلا عندك ثقة في نفسك وقادر بشكل كبير إن أنت تعمل حاجة كويسة يعني. والجيل اللي أنا فاكره إن في الجيل في 2006 كانت الجيل الحقيقة جيل كبير جدا وجيل محترم جدا، ولكن طلع سادس بالظبط تفتكر، ودي كانت أول مشاركة. في المشاركة اللي بعد كده أو المشاركات اللي بعد كده اللي بعدها على طول احنا خدنا البرونزية، وبالتالي انت استفدت من السنة الأولانية اللي انت لعبت بيها. لا أنا بشوف ان الكلام اللي قاله ليوناردو الحقيقة المدير الفني لفريق الهلال لا ممكن يكون خانوا التعبير شوية أو خانوا التعبير شوية، لأنه لا أنا بشوف ان الخبرة ليها دور كبير جدا جدا في مثل هذه البطولات زي ما كابتن هاني قال يا مريم. واحنا متأكدين ان هو عامل طبعا حساب كبير طبعا للنادي الأهلي. هنروح طبعا لنادي تشيلسي الانجليزي واللي قدم مجموعه من ابرز نجومه صلاه الجمعه في مسجد الشيخ زايد الكبير في ابو ظبي، وانتشرت صوره لبعض نجوم تشيلسي على راسهم حكيم زياش وكانتي وروديجر بعد اداء صلاه الجمعه النهارده. تشيلسي طبعا هيلعب نهائي كاس العالم للانديه بكره ضد بالميراس البرازيلي. كمان في كواليس كأس العالم للأندية، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي ذات الأصول العربية ليلى بيريرا قالت إن فريقها بيخوض مباراة نهائي كأس العالم للأندية علشان يتوج باللقب. كمان قالت ليلى بيريرا إن الوصول لنهائي كأس العالم للأندية ده استمرار لعمل كل إدارات نادي بالميراس، ورفضت إن هي تنسب الفضل لنفسها. نروح لرقم مهم جدا وهو ان القيمه السوقيه للاعبي طرفي نهائي كاس العالم للانديه تشيلسي الانجليزي وبالميراس البرازيلي اكثر من 1 مليار يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. وصلت القيمه السوقيه للفريقين اجمالا 1.63 مليار يورو. تشيلسي طبعا هو صاحب القيمه السوقيه الاعلى بقيمه 883 مليون يورو وهو ما يعادل 4 أضعاف نظيره بالميراس تقريبا 180 مليون يورو. الحقيقه ان أرقام يعني كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة لتشيلسي وبالميراس، يعني يمكن أرقام تستحق المناقشة. لا لا أرقام مش هنسمعها. 883 مليون يورو. يعني مليار ومليار و60 مليون يورو، أرقام كبيرة جدا طبعا على مستوى اللعيبة على مستوى في كام؟ في 25 مليار.
يعني مصري صح؟ 24 25 رقم اكتر شويه، رقم كبير جدا طبعا، بيدل على القيمه التسويقيه للاعيبه تشيلسي ما فيش شك، وكمان على مستوى الفريق السعودي برضو في قيمه تسويقيه لا باس بها. لكن يبقى طبعا مباراه صعبه اكيد على طبعا بالميراس، لكن انا بتكلم على تشيلسي كمان. تشيلسي وانت قلتي ان كمان في خبر ان توخيل يعني خد طياره خاصه وهيكون متواجد بكره في المباراه النهائيه، ممكن يعمل الفارق شويه يعني، ممكن أكيد. جدا وجود توخيل اكيد هيعمل الفارق شويه، واحنا شفنا يعني بعض التصريحات باللعيبه ان هم مركزين، وان اي مباراه نهائيه بيكون الموضوع مش سهل، لكن طبعا تشيلسي هو المرشح الابرز يعني للفوز بهذه البطوله. بيني وبينك هي حاجه لطيفه جدا ان انا يبقى عندي بطوله العب فيها ماتشين ماتشين كده والله واخدها اخلص واروح اخد بطوله، وابقى انا خدت السنه 6 بطولات مثلا يعني منهم البطوله دي. طبعا هتقولي مثلا شبه بطوله السوبر، ولكن اللي عايز اساله او اللي عايز اقوله ان السوبر مختلف وكل حاجه، ولكن هي مباراه واحده، ولكن دي بتبقى في قاره واحده. صحيح. دي من المفترض ان دي كاس عالم يا جماعه، كاس عالم العالم كله القارات كلها بتبقى موجوده فيها. ما ينفعش ان انا اجيب تشيلسي فريق كبير وله احترامه، وفريق بالميراس فريق كبير وله احترامه وكل حاجه، ولكن فريق الهلال فريق كبير وله احترامه، وفريق النادي الاهلي فريق كبير وله احترامه. ما ينفعش، لازم يبقى هناك عدل في عدد المباريات اللي تلعبها. وجهه نظري برضه يجب ان يكون هناك عدل في عدد المباريات اللي تلعبها، لكن انت تيجي جاي تلعب فريق بطل قاره اسيا طبعا اقل من بطل قاره اوروبا مهما قلنا، فانت على انت على مستوى بطوله انت لازم تساوي ما بين انت بطل افريقيا في بطل اوروبا. بس انا شايف اسلام ان عمليه السبونسر والماركتنج بتفرق طبعاً. عمليه الفلوس، ان كمان حسيت ان يعني لازم يكون بطل اوروبا متواجد في النهائي، يعني هم بيفضلوا ان يكون بطل اوروبا متواجد في النهائي على يعني. طب هقول لك حاجه، هو انت لو بتلعب في الامارات مثلا، احنا مش بنلعب في الامارات اهو، طيب تخيل لو المباراه النهائيه اهلي وهلال، اهلي لا على مستوى الجماهير جماهيريا بشكل طبعا. طيب هو انت عايز، هو السبونسر عايز ايه؟ هو السبونسر عايز اعلى نسبه مشاهده، اعلى نسبه مشاهده هتبقى في الماتش ده، ده حقيقي. اعلى نسبه ايه؟ اعلى نسبه اعلانات، اعلى نسبه اعلانات هتبقى موجوده في الماتش ده. صحيح. بس طب إيه انت عايز؟ انا دايما بحس ان دايما بيفضلوا ان هو يكون بطل اوروبا متواجد على الشكل التسويقي حتى بره قاره اسيا. يمكن ده انا اللي حسيته، انا مش فاهمها، لكن اوكي. احنا بقالنا كتير بنلعب في هذه البطوله، اتعودنا ان احنا نلعب بهذا الشكل. ان شاء الله السنه الجايه موجودين ان شاء الله، يا رب السنه الجايه نبقى موجودين تاني ان شاء الله. يمكن زي ما انت قلت يا كابتن هاني، طبعا في دفعه لمشاركه توماس توخيل او وصوله، ويمكن دي تبقى دفعه ايجابيه، ولكن على الجانب الاخر طبعا معانا خبر بيخص طبعا الحارس مندي. طبعا ده مع المباراه النهائيه في شكوك بشان مشاركه الحارس السنغالي مندي مع تشيلسي ضد بالميراس، والمدرب المساعد لتشيلسي قال انه هيتكلم مع توخيل للاستقرار على القرار النهائي، لكن الحارس جاهز للمشاركه ضد بالميراس. نختم بقى اخبارنا مع نادي تشيلسي، واللي جالهم خبر حلو النهارده بوصول المدرب الالماني توماس توخيل ابو ظبي استعدادا لقياده فريق تشيلسي في نهائي كاس العالم للانديه ضد بالميراس البرازيلي. طبعا نادي تشيلسي كان مجهز طياره خاصه لتوماس توخيل اللي تعافى من فيروس كورونا واخدته للامارات بعد ثبوت سلبيه مسحته الاخيره. الحقيقة دي كانت كل أخبارنا النهاردة بخصوص طبعا النادي الأهلي واستعداداته، كمان تصريحات الهامة جدا لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وأيضا في المقابل ليناردو جردام المدير الفني للهلال السعودي. يعني نأمل أن احنا نكون غطينا كل الجوانب الخاصة بمشاركات بكرة، وإن شاء الله الأهلي يحقق نتيجة إيجابية ونحصل على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة إن شاء الله. إن شاء الله. بنشكرك يا مريم، شكرا جزيلا، متألقة كالعادة، وغطيتي معظم الاخبار بشكل اكتر من رائع، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا كابتن هاني، شكرا لحضرتك يا كابتن اسلام، شكرا جزيلا يا مريم على وجودك معانا.